السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا اشغال نتاع المركز نتاع التدريبات نتاع فريق مولودية الجزائر واللي يقع في بلدية زيرالدا، يعني بالقرب من مستشفى تاع الاستعجالات الطبية تاع زيرالدا، يعني ما بين زيرالدا والمدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله. ونشوف هنا المستشفى نتاع الاستعجالات الطبية، إذن واللي كنشوف يعني حالة الأشغال حسب الصور هذه اللي تعود إلى حوالي 8 أشهر. الأشغال راهي حوالي 50%، 40 أو 50%، وعندنا صور يعني جديدة سوف نشاهدها في يعني ما تبقى من هذا الفيديو. إذن هذا هو المركز نتاع التدريبات نتاع مولودية الجزائر، ونخليكم تشوفوا الصور هذه للمركز هذا، والسلام عليكم.